هون خلينا نحكي العشر سنين انه فينا نعمل دخل اضافي. من هلا انت بتقدر تعمل دخل اضافي، بس بدك تطوري قدراتك، بدك تعرف تستخدم التكنولوجيا بمحلات صح. مساكم سعيد متابعين برنامج سوشو. من خلال هذا البرنامج الحواري الرائد نملك فرصة رائعة اليوم للتعمق في عالم يعيد تشكيل حاضرنا ويحدد مستقبلنا، لنكشف وإياكم تطوير الخوارزميات الذكية التي أحدثت ثورة في عيشنا وعملنا وتفاعلنا، وننتقل بكم في المشهد المعقد للذكاء الاصطناعي. استعدوا معنا للشروع في رحلة مثيرة مع ضيفي منارة الذكاء والجاذبية في تخصص الذكاء الاصطناعي الدكتور رامي شاهين. أهلا وسهلا فيك. أنا بيك ستي، الله يسعدك خلي عمرك، شكرا للاستضافة الحلوة. الله يخليك يا رب. دكتور، بدي أول شيء نحكي عن دراستك لهذا التخصص وأهمية هالتخصص قبل ما نخوض في الذكاء الاصطناعي وتعريف الذكاء الاصطناعي وتبسيطه للمتابعين. أنا أول شيء هذا التخصص بشكل عام غير طريقة تفكير الإنسان اللي بتعود يعيش صار له 1800 سنة. تخيلي إحنا طلعنا على المريخ، وصلنا للقمر، اخترعنا اختراعات كثيرة، ولكن كنا نفكر بطريقة واحدة. جت التكنولوجيا هاي، جت الثورة هاي، غيرت الموضوع كامل وقدرت تنقل طريقة تفكير الإنسان اللي متعود يفكر فيها، وصار الإنسان يشوف شغلات تانية بحياته. من هون قررت إنه هذا المجال لازم أشتغل عليه، وصار لي تقريباً هلا تقريباً 15-16 سنة بس بشتغل بهذا الموضوع. كنت زمان أحكي عن الموضوع كان يقول لي مجنون، على أنه ما كان مفهوم بزمان وكان الموضوع جداً غريب بتوقع، فإنه شو اللي رح تدرسه أو شو اللي رح تتخصصه؟ 100%. هلأ هو أهم تخصص إذا بدك بالعالم، أو أهم قدرة بالعالم عشان كنا نعطي المصطلحات الصحيحة. حبيت أهم قدرة في العالم، مش تخصص، في فرق بين التخصص والقدرة. صحيح. فهاي القدرة هي اللي لازم تنبنى على مستوى الأفراد وعلى مستوى المؤسسات. إذا قدرنا نوصل لهذا الكلام بنقدر ننقل المؤسسات وبنقدر ننقل الدول وحتى بنقدر ننقل البشرية كاملة طريقة تفكير جديدة مش متعودين عليها، وبنصير نكتشف بحياتنا شغلات جديدة كما كنا نفكر فيها قبل. صحيح صحيح. طبعاً دكتور كنا نحكي قبل الحلقة عن سمارت سيتي شغالين عليها صح؟ ابتسمت. لا، في سر وراء الموضوع. بس السر أني ما بحكي فيه كثير. بس المنصات لازم تحكي. بحكي لمنصات واعتبريها اكسكلوسيف. هو الموضوع كلياته انه احنا عم نحاول تحسين قدرات المدينه. ونرجع لموضوع قدرات، احنا بنحاول نحسن قدرات المدينه عن طريق استخدام التكنولوجيا. استخدام التكنولوجيا راح ياخذنا لتحسين نوع الخدمه، جوده الحياه. مثلا من الاشياء اللي انت بتشوفيها كل يوم، بتعيشيها كل يوم، مثلا ازمه السير. صحيح. راح تخف ازمه السير لانه تقريبا 32-35% حسب الدراسات من أزمة السير بالشوارع عمان هي سببها سلوك الأفراد. صحيح. إذا قدرنا فيها معنا. بالضبط. إذا قدرنا نفرض التكنولوجيا عشان تضبط سلوك الأفراد منحسن الخدمة، وهذا اللي إحنا كلياتنا نسعى فيه للأردن، إنه نحسن الخدمة، خصوصا إنه إحنا هلأ في مرحلة كثير مهمة ومفصلية بالأردن اللي هي إعادة تطوير القطاع العام وخطة تحديث الاقتصاد الجديدة، وهلأ إذا ما بتشوفي الأحزاب وإعادة تطوير أو التطوير السياسي اللي بيصير بالأردن، فهذا كلياته بيحتاج منا قدرات جديدة للمجتمع المحلي، ونبني إشي يمكن هاي الكلمة كتير مهمة ودائما بحكي عنها اسمها المواطنة الإيجابية. إذا قدرنا نبني مواطنة إيجابية نقدر نحسن كتير شغلات بالعالم. أساس المواطنة الإيجابية، أو زمان كان المواطن الإيجابي الشخص اللي بيسمع القوانين، القانون 1-2-3 بيتبعه وبيطبقه أكيد. انت مواطن ايجابي. هلا المواطن الايجابي هو الشخص القادر على استخدام الذكاء الاصطناعي وادوات اداره المستقبل في الاعمال اليوميه والروتينيه المكلله. هاي معلومه جدا مهمه دكتور. يعني هاي المعلومه اللي حكيتها مهمه بالبنط العريض. طبعا كل مواطن لازم يستخدم الذكاء الاصطناعي في حياته اليوميه. هاجر، الذكاء الاصطناعي مش خيار عشان تكون عارفه. والشيء اللي كثير مهم نعرفه انه انت في كثير شغلات وفي كثير حلول تطبق الذكاء الاصطناعي وتستخدميه حتى لو انت الباك جراوند تبعك او معرفتك السابقه مش اي تي. يس بالضبط، انه خفيفه او في ناس ما بتعرف الذكاء الاصطناعي، مجرد معرفة تستخدم الكمبيوتر. في طرق تستخدم الذكاء الاصطناعي في اعمالك، سواء كنت طباخ، حلاق، محامي،
إعلامي يعني ممكن على سيرة إعلامي ممكن حدا يشوف يعني روبورت بدالي في حلقة من الحلقات. هلا كل شيء ممكن، كل شيء ممكن. أنت قلت لي عامل مذيعة بالكويت مظبوط؟ أنا في نور عملتها وقدمتها للناس وفي فضة وشغال على أكثر من 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 مبادرة بهذا الموضوع على مستوى العالم، ومش معناه إنه الآلة راح تحل مكان الإنسان. هذا سؤال مفصلي. صح. هذا سؤال صح. مفصلي راح أوجه لك يا دكتور. الناس متخوفة من موضوع الذكاء الاصطناعي، إنه هل حيحل بدال البشر؟ هل حيكون في عنده عاطفة إنه نقدر نحكي يستخدم العاطفة معانا؟ هذا سؤال مفصلي جدا وفي تخوفات منه. الذكاء الاصطناعي لا يمكن يحل مكان الإنسان. ليش؟ بس. بالعلم الثورة اللي احنا عايشينها اسمها الثورة الرابعة. الثورة الرابعة بتتشكل من أربع محاور ثلاث محاور أساسية. محور اسمه بنسميه الفيزيكال بيلر أو الملموس، الديجيتال بيلر وهو الرقمي، والفيرتشوال بيلر اللي هو الافتراضي. هدول الثلاث بالنص بيجي بينهم الإنسان. طب رامي احنا بنشوف مثلا الروبوتات بمحلات معينة عم تاخذ مكان الإنسان، بالمصانع الروبوتات اللي الارمز عم ياخذوا محل الإنسان. طب شو اللي عم بيصير؟ انا بقول لكم شو عم بيصير. اللي عم بيصير هو انه ما طورنا القدرات الأساسية الخاصة بالمواطن او بالإنسان، فهذا بيؤدي انه الآلة تصير افضل منه بأداء العمل. طب شو المطلوب مني؟ المطلوب مني أطور قدرات الإنسان وأخلق المواطنة الإيجابية بدول العالم اللي إحنا منعيشها. كيف نعمل هذا الإشي؟ في كتير أشياء، في كتير طرق. زمان كنا نأخذ رخصة الحاسوب، تذكريها؟ هلأ في هلأ في رخصة الذكاء الاصطناعي وأدوات إدارة المستقبل اللي أنت بتعطيها للناس عشان يعرف يستخدم الذكاء الاصطناعي بعمله، مش بيخترع ذكاء اصطناعي أو يبني ذكاء اصطناعي، لا يستخدمها بعمله. ليه؟ عشان الآلة ما تيجي مكانه. صحيح. هذا بيتطلب على فكرة مسؤولية مش بس من الفرد، بيتطلب مسؤولية من المجتمع المحلي ومن المؤسسات الحكومية. صح. ومن الدولة كتوجيه وكتوعية كتمكين وتمكين. نعم. أول إشي تمكين، ثاني إشي بدنا نبني ما يسمى بالعلم الكامس Competency Assurance Management System أو نظام إدارة القدرات المؤسسية، ونطلقه بالمستوى المؤسسات وبعدين نبلش نمكن بالناس. إذا قدرنا نعمل هذا الكلام كلياته يقدر الكل يستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل إيجابي وبيقدر يتمكن من يكون بمكان صحيح وما يحل حدا محله 100%. وأهم من كل هذا الحكي بنقدر نبني الميزة التفضيلية للمجتمع الأردني. ترى فيش إشي باستراتيجية الأردن من 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 منذ تأسيس إمارة شرق الأردن. نعم. لحد الآن كان عبثي. احنا بنحكي طول عمرنا الانسان اغلى ما نملك. فمعناته قدرتنا وميزه التفضيليه اللي بيملكها الاردن عن باقي الدول الموجوده بالمنطقه لم يتخطاها احد. لا هي الانسان. فتمكين الانسان شغلنا. يمكن قبل شوي قبل التصوير كنا نحكي بافكار للمخرج المسؤول، كانت انا قعدت اطلع فيه اقول له الفكر تبعه مختلف. هذا الاختلاف بيعطيه ميزة تفضيلية. الميزة التفضيلية هاي بتخليه غير عن الجميع، وهذا اللي بيشتغل عليه وهذا اللي لازم نشتغل عليه كمؤسسات وحكومات، وهذا اللي احنا بنتمناه كمان. يعني انا كل الكلام لحد هلا بالمقابلة انا صافني بالكلام اللي عم تحكي كلمة كلمة، كله مهم، كله تحته خط احمر بالبنط العريض. رح نكمل معك دكتور، لكن هنروح معكم فاصل وراجعين. We'll be right back.
رجعنا معكم متابعينا الكرام، وأكيد مكملين حول موضوع الذكاء الاصطناعي مع الدكتور رامي شاهين. وبدي أرجع دكتور رامي نحكي بموضوع التمكين للأفراد ولا بالمجتمع، خصوصا أنه المواطنين صار عندهم خوف أنه يخسروا وظائفهم. فإحنا هون بنقولهم ما حتخسروا بس تمكنوا. أيوة بالضبط، التمكين هون بيجي زي زمان. زمان كنا نحكي عن رخصة دولية للذكاء على الحاسوب. هلا في شيء اسمه رخصة دولية للذكاء الاصطناعي وأدوات إدارة المستقبل. رخصة يأخذها الشخص بغض النظر عن مستوى العلمي، بغض النظر بس بدي أعرف استخدم كمبيوتر. هيك بضمن له إنه بالنطاق أو بالعمل اللي هو بيشتغله يقدر يشتغل فيه ويقدر يحافظ على عمله ويستخدم التكنولوجيا فيه. يعني يحسن إنتاجية، يقلل مصاريف، يطور جودة عمليات بس باستخدام التكنولوجيا. طيب شو هي القطاعات اللي ممكن يتطور فيها الفرد من خلال الذكاء الاصطناعي؟ كل قطاعات العالم مش رح يتركها الذكاء الاصطناعي بدون ما يكون جزء منها. أنا ماليش دخل الذكاء الاصطناعي. طيب دكتور، هلأ مجال الطب، أنا قرأت عن هذا الموضوع إنه صار تشخيص الأمراض عن طريق الذكاء الاصطناعي. هل إحنا كأردن ممكن أن نطبق الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض أو لا؟ هلأ في، أنا جزء من شركة على فكرة، من الشركات اللي بشتغل فيها وأنا من المستثمرين فيها، هي بتشتغل بالقطاع الصحي باستخدام الذكاء الاصطناعي. اللي عم نشتغله بدنا نفرق بين شغلتين، الصحة القطاع الصحي أو إدارة القطاع الصحي، والقطاع الصحي العلاجي. العلاجي يعني أعطيه التريتمنت. هذا ما وصل الذكاء الاصطناعي اتوقع بالاداره، اداره اكثر من ما هو شيء ثاني. والاداره الصحيه يعني بعد ما يخلص المريض العلاج كيف نتابع العمليات الحيويه، كيف نشتغل على هاي الشغلات كلياتها. اما بالتشخيص المبدئي في كثير تكنولوجيز بالعالم بتحكي لك انه لا احنا بنقدر نشخص وكذا، بس احنا دائما بنقيسها بدرجه النضوج للقطاع. فالقطاع الصحي ما وصل لدرجه نضوج اللي بتمكننا. احنا نتعامل بارواح بين الناس بالاخر. بالضبط، هاي هي. مع انه في دول بلشت تستخدم الذكاء الاصطناعي في تشخيص المرضى، وكان في مؤتمر قبل فتره دعم القرار وليس اتخاذ القرار لحد الان. طبعا دعم القرار انه انا بدعم قراري كدكتور او بستخدمه كدكتور، ولكن اتخاذ القرار، شوفي اي شيء فيه بالعالم عواطف او اي شيء فيه ابتكار او اي شيء فيه حياه انسان، احنا كناس متجهزين نعتمد على الاله عشان تاخذ هذا القرار. احنا متجهزين، الاله جاهزه يمكن، بس احنا المجتمع المحلي القدرات متجهزه طبعا اكيد لا يستوعبها بالاول حتى يقدر يفهمها، يقدر يدخل في هذا النطاق، يقدر يتمكن بعديها بتصير الامور طبيعيه. طيب راح احكي عن موضوع هلا الجرائم. هل ممكن الذكاء الاصطناعي يعمل على عرقلة أو فبركة الأدلة الجرمية خلينا نحكي أو الجنائية في خلال سير التحقيق بأي قضية؟ هلأ قبل ما نحكي شوي عن التغيير، إذا بدك أدلة الجرمية أو أركان الجريمة، خلينا نحكي عن إشي صغير بفترة صغيرة سمعنا عنه، هو الجنراتيف AI أو الذكاء الاصطناعي التوليدي. الذكاء الاصطناعي التوليدي هو قدرة على تغيير مجموعة من الأنماط سواء بالفيديوهات أو الصور أو النصوص عن طريق استخدام ذكاء اصطناعي توليدي. بنحكي معه كبشر زي ما بنحكي مع إنسان، بيقدر يغير كتير شغلات فيه. هلأ إذا استخدمنا هذا الإشي بالفيديوهات مثلا، فبدك أنت بدل مرامي قاعد قدامك تحطي مثلا أكس من السيلبرتيز قاعد قدامك وبيحكي ونركب صوته. الله يسعدك خليك. إذا بنقدر نحط أي شخص ونغير صوته ونغير شكله، فالذكاء الاصطناعي بيقدر يعمل هذا الإشي. طب بقدر أكشف إنه هذا الإشي فيك أو غير حقيقي؟ طبعًا طبعًا طبعًا. شوفي أي إشي بتغير ممكن تكشفيه، بس ولكن في إذا بدك منهجية لإدارة هذا الموضوع. هذا ما بخوف. على هسه بدي أسألك شو المخاطر ممكن تكون من الذكاء الاصطناعي؟ اللي بخوف أطلع أنا بفيديو وأغير شكلي لفلان وأحكي موضوع معين وخبر ويأثر على مجموعة من الأشخاص ويتخذوا على أساسه مجموعة من القرارات، وبعدين يطلع الفيديو فيك. تخيلي أنت شو راح تغير بالدنيا. أنا بتخيل بصراحة. لهذا الموضوع مش سهل على فكرة. أهم دور للقطاع الإعلامي الجديد
انتبه على كلمة الجديد. القطاع الإعلام الجديد، القطاع الإعلام الجديد بده يكون التوعية بهذا الموضوع، واحد. اثنين، التقصي. يعني زمان كان المعد تبع البرنامج بالإعلام شو شغله؟ يعمل البحث ويبلش يكتب الأسئلة ويعمل الفلو للأسئلة وكل هاي الشغلات. هلا الذكاء الاصطناعي بيعمل لك هذا الشيء. طب المعد شو بده يعمل؟ المعد بده يتأكد من صحة المعلومات المعروضة إذا هي غلط أو لا. تذكر حكينا أول عن القدرات، صحيح. هنا تغير أو تم إعادة تعريف القدرات الخاصة بالمعد. حكيتي عن قطاع الصحة، نفس الشيء الصحة. الدكتور زمان كان مش لازم يعرف التكنولوجيا، هلا صار لازم يعرف. برضو بالأركان الجريمة، المواطن زمان ما كانش يعرف إذا هذا أو إذا بشوف فيديو ما بيعتبر أنه ممكن يكون صح أو غلط. أنا لازم نوعي المواطن أنه ممكن لا، في معلومات تكون مغلوطة. صحيح. وهذا شغلنا بده يكون أدوار، الأدوار عم تتغير. أكيد. يعني حتى من خلال برنامج سوشو أو بشبكة منصات كاملة، هذا اللي بنسعى له، إحنا نكون يعني أصحاب خبرة متميزة عن الباقيين، حتى لما نعمل أي موضوع يكون توعوي يوصل للمواطن البسيط، المواطن العادي، ويقدر يفهم وين الصح وين الغلط. وهذا دورنا إن شاء الله اللي رح نستمر فيه ونكون من الإعلام الجديد. عبدات هو إن شاء الله. لا لا ممتاز صراحة. هذا الدور اللي عم بتقوموا فيه يمكن لو متأخر بالنسبة للعالم، بس هو جديد على الأردن ومنصات عم تعمل، بتوقع ثورة بهذا الموضوع. صحيح، هي ثورة في الإعلام الرقمي. نعم صح صحيح. طيب خلينا نحكي شوي عن المخاطر اللي ممكن تكون محتملة من الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات برضه. شوفي، مخاطر الذكاء الاصطناعي ما نقدر نعممها على مستوى الأفراد وعلى مستوى المؤسسات، بتنقسم بشكل جذري. نعم. اللي بيخوفني ببعض الدول، بغض النظر من هاي الدولة، اللي بيخوفني إذا طلعت سياسات قبل استراتيجية. أيوة. بيخوفني إذا طلعت أخلاقيات قبل حوكمة. حوكمة التكنولوجيا أهم من أخلاقيات التكنولوجيا، لأنه الأخلاقيات هي نتيجة لحوكمة التكنولوجيا. أكيد طبعا. تمام؟ أكيد. فهنا الخوف على مستوى المؤسسات إذا بدك الأردنية. تمام؟ على مستوى الأفراد الخوف أنه ما نقدر نبني المواطنة الإيجابية. صحيح. ما نقدر نبني القدرات للمواطن الأردني عشان ينافس عالميا. وانت بتعرفي ما في شيء مخبى، احنا نسبة البطالة شوي عنا عالية هاي الفترة. الحمد لله في إجراء الحمد لله في إجراءات تصحيحية عم تقوم فيها الحكومة الأردنية وفي نتائج الحمد لله. ولكن إذا استمر الوضع انه ما نطور قدراتنا بالطريقة اللي بنحتاجها عشان يملك الفرد الميزة التفضيلية، هون في خطر على فرص العمل للمواطن الأردني. الشغل الثاني اللي كتير مهمة، تغيير طريقة إدارة الدخل على مستوى الفرد. شوفي، بدي أقول لك خبر يمكن كتير ناس ينصدموا منه. تعرف إيش ميزة هذا العصر اللي إحنا فيه أو الفترة هاي العشر سنين اللي إحنا فيها؟ هي أكثر فترة سهل تعملي فيها فلوس. بس أنت رح تعطينا السر بعد الحلقة. خلاص ماشي. سعد قلبك ولو بتموني. الله يسعد قلبك، مش مني، من الدكتور. طيب الفترة هاي معروفة بهذا الموضوع. يعني من هون خلينا نحكي العشر سنين انه فينا نعمل دخل اضافي. من هلأ انت بتقدر تعملي دخل اضافي، بس بدك تطوري قدراتك، بدك تعرفي تستخدم التكنولوجيا بمحلات صح. وبعدين ما في حدا بالعالم، هلأ بالعالم، يعني انا هلأ تقريبا 9 دول مسؤول عن خططهم. تمام؟ ما في ولا دولة في العالم الفرد بيعتمد بس على الوظيفة أو الفرد بيعتمد على دخله من, من من مكتب ولا من شغله ولا من آخره. لا، بستخدم هلا كل العالم بستخدم التكنولوجيا، أنا واحد منهم بستخدم التكنولوجيا عشان وأنا نايم تعمل لي فلوس. سوبر واو. هذا الإشي عشان نقدر نعمله، عشان نوصل المواطن والمجتمع المحلي يعمله، لازم نطوره بالتكنولوجيا. هلا شو مخاطرها عليه؟ مخاطرها عليه إذا ما طور حاله. إذا ما طور حاله في عندك سرقة الهوية الخاصة بالشخص. سواء كانت هوية رقمية أو هوية فعلية، ممكن معرفة معلومات خاصة بالأفراد وسرية المعلومات بتم إدارتها بطريقة مختلفة ساعتها، ممكن خسارة عمله، ممكن في كثير مخاطر. بس أنا بصراحة دائما بحب أطلع على الإيجابي. أكيد. والفرص دائما والفرص على الفرص كثير أكبر. هاجر، الفرص للمواطن كثير أكبر من التحديات إذا بدك.
رح نحكي عنهم أكيد. طبعا أكيد أنا بتمنى تكون هاي الحلقة يعني متابعة بشكل جيد جدا وتنعاد أكثر من مرة، يعني احضروها أكثر من مرة، لأنه المعلومات اللي عم تنحكى اليوم بالحلقة بدنا نشوف لوين رح توصل لقدام إن شاء الله يا رب بإذن رب العالمين. طيب خلينا نحكي عن الشيء المتطور أكثر من الذكاء الاصطناعي، شو هو؟ العلم بقول لك إنه البيانات عملت معلومات، وإحنا قدرنا هاي العملية بالإكسل شيت وبالأشياء هاي. بعدين بعدين المعلومات صارت معرفة، قدرنا هاي الشغلات كلياتها بالإي آر بي وما الإي آر بي ولا شغلات هاي. بعدين النوليدج تطورت وصارت في إدارة المعرفة، استخدمنا فيها الذكاء الاصطناعي. هنا العالم صار يشوف إشي جديد. طب بعد الذكاء الاصطناعي إذا خلقتي آلة بتفكر زي الإنسان خبير، أوكي، شو بعدها؟ أنا بقول لك شو بعدها. بعدها الحكمة، ذكاء الحكمة أو الوزدم إنتليجنس. الوزدم إنتليجنس هو ذكاء الآلة لما تصير قادرة على إدارة المعلومة وتملك الخبرة اللي بتقدر توازن بينها بين الأمور مع وجود القيم الأخلاقية الإنسانية اللي إحنا كلياتنا بنعرفها. أكيد وبنملكها أكيد طبعاً طبعاً. طيب خلينا نحكي برضو عن الخوارزميات للذكاء الاصطناعي. أكيد كل أبليكيشن أو كل سوشيال يعني ياس بلاتفورمز إلها خوارزميات معينة، بشو بيتميز الذكاء الاصطناعي؟ هلا أهم فترة بيعيشها الإنسان بشيء اسمه الجنراتيف اي اي، الذكاء الاصطناعي التوليدي. في بالعالم كتير أنواع من الجنراتيف اي اي، في البايدو، في اللي هو الصيني، في الجيجا تشات اللي هو الروسي، في بارد اللي هو جوجل، في تشات جي بي تي اللي هو معروف، في منتج. أنا قرأت هذا الشيء جاسبر أو جاسبر، هذول أبليكيشن بيستخدموا هاي بيستخدموا هاي الخوارزميات، هاي النوع من الخوارزميات. وفي كمان منتج عربي إماراتي اسمه فالكون فورتي، وهو المنتج العربي حاليا الوحيد بالذكاء الاصطناعي التوليدي اللي عم بينافس على فكره شات جي بي تي وبينافس بايدو من ناحيه، بينافس بارد وبايدو من ناحيه الكفاءه والسرعه. هلا شو فائده هذا الموضوع؟ تخيلي انت تربطي مثلا شغل الرسام بالجنراتيف اي اي، فيصير الاي اي يرسم الرسمه اللي الرسام طلبها لحاله. تخيلي تشبكي الجنراتيف اي اي او الذكاء الاصطناعي التوليدي بصندوق بالسوق المالي، فيصير الروبوت هو يلعب، او الجنراتيف اي اي يصير يلعب بالبورصه لحاله يتاكد انه ما بخسر. تخيلي تعملي فيديو برودكشن مع الجنراتيف اي اي فيعمل لك الفيديو اللي انت كنت تفكري فيه. تمام. تخيلي انه انا بدي اعمل كتاب، الجنراتيف اي اي يكتب لي اياه. يكتبه. الصح هاجر بهذه التكنولوجيا نشتغل على حوكمتها. أيوة. انا ضد يمنع الطالب مثلا بالمدارس انه يستخدم تشات جي بي تي عشان يعمل الواجب تبعه، لا خليه يعمل تشات جي، يستخدم تشات جي بي تي بس حط له اطار ينمي ينمي قدراته العقليه، حتى بيقدر انه يكون منتج ومبدع اكثر كمان. 100% حط له اطار بالضبط انه نستخدمه بالشكل الصحيح بس. Yes. هذا الحكي بياخذنا انه هاي التكنولوجيا وهاي الخوارزميات اللي هلا الجي بي تيز بسموها كثير مهمه، ولكن بدها اطار حوكمه يحكم طريقه استخدامها بالطريقه الصحيحه. وبالاخر كل هدول المعادله تغيرت بالعالم. أكيد. زمان كانت طاقه زائد البزنس يعني نجاح، هلا صارت اي اي زائد اي نوع بزنس بدك اياه بيعطيك ميزه تفضيليه، يعني نجاح، يعني انفستمنت، يعني فلوس، يعني 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 فالمعادلة تغير. yes. بالعالم كله مش بس عندنا. yes. طيب معلومة إضافية هيك مهمة وحصرية إكسكلوسيف بس لشبكة منصات بخصوص الذكاء الاصطناعي منك أنت تحديدا دكتور. قريبا حيكون في مجموعة من المبادرات اللي حنشتغل عليها لتأهيل الشباب الأردني، ونشتغل على خوارزميات وموجوده هاي هلا، خوارزميات بترفع عليها السي في للعاطل عن العمل. بحس انه هذا الشيء مهم للعاطل عن العمل، بيرفع السي في تبعه بتمبلت معين فهي بتدور له شغل بالكره الارضيه مش بس بالاردن. يعني احلى من هيك ما في. يعني هاي معلومه كثير مهمه، وبهمنا كمان كشبكه منصات نكون معاكم بهاي المبادره ونغطيها كمان
ونكون جزء مهم فيها كمان إن شاء الله بتتفعل والكل بيلاقي شغل، خصوصا مثل ما تفضلت حضرتك دكتور وحكينا أنه في نسبة بطالة يعني في الأردن، لكن إن شاء الله بالوضع الجديد أنه ما بيكون حدا بلا شغل لأن شامة قدها. أكيد طبعا أكيد أكيد طبعا طبعا. أنا بشكر وجودك دكتور، شكرا لك، انبسط جدا بهاي الحلقة، استفدت جدا من هاي المعلومات، بس احنا مثل ما اتفقنا ما يعني مش بالحلقة، بعد الحلقة بدك تقولنا كيف بدنا نعمل فلوس. خلص تمام. ابشر ابشر بالسعادة. اي رسالة بتوجهها للشباب اللي عم بيحضرونا حاليا؟ بشكر بصراحة، بشكرك وبشكر المنصات وبشكر الفريق والمخرج العبقري على هذا الشغل، وان شاء الله كل التوفيق، وان شاء الله نقدر اهم شيء نغير بالمجتمع المحلي يا رب، ونحط الاردن او نرجع الاردن على خارطة المنافسة العالمية اللي كلياتنا هون قاعدين اليوم عشان هذا الموضوع، وما في عندنا كل واحد اهم من بلده، وهي بلدنا. صحيح صحيح كلامك، احنا نتغرب يعني سنين بعدين نرجع اخر شيء لبلدنا عشان نطور طبعاً فيها ونحسن فيها. طبعا يعني هذا من اجمل الكلام اللي سمعته يعني خصوصا اليوم بهاي الحلقه دكتور، شاكره جدا لوجودك معنا، واكيد مش اول واخر مره حتكون معنا بحلقات جايه ان شاء الله، وممكن نعمل سيريز ممكن we will think about إن شاء الله. الله يسعدك، كل الاحترام لإلك دكتور، ومتابعينا الكرام أكيد بنشوفكم بحلقة جديدة من برنامج سوشو، انتظرونا.